والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد مع محمد عبد الله. مساء الخير محمد. شكرا هبة وشكرا أدا. والآن أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القوانين يربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2021-2022 ضمن الهيئات: الهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كذلك الهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. حقق قطاع الصناعة والتجارة تطورا ملموسا خلال التسع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي، وولت الدولة اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. هذا وتمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليميا وقاريا، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنات العامة الجديدة 2023-2024. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة ب 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023. كما زادت المخصصات المالية لقطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي بالموازنة الجديدة بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه مقارنة ب 476.1 مليار جنيه خلال العام السابق. وكذلك ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه مقارنة ب 84.8 مليار جنيه خلال العام السابق. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن مصر بدأت برنامجا بتكلفة 1.8 مليار دولار لحفر آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل. وأضاف الملا على هامش مؤتمر لأوبك في فيينا أن تنفيذ البرنامج يتم بالتعاون مع شركات إن الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشيل وبي بي، ويستهدف حفر 35 بئرا استكشافية جديدة خلال عامين و21 بئرا خلال العام المالي الحالي 2023-2024 و14 بئرا خلال العام المالي 2024-2025. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان روسيا تخفيض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل، وأيضا إعلان السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج ليشمل شهر أغسطس، ما بدد تأثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت القياسي بنسبة 2% لتصل إلى 76 دولارا و75 سنتا للبرميل، كما صعدت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% إلى 70 دولارا و96 سنتا للبرميل، وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 47% لتصل إلى دولارين و41 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.22% لتصل إلى دولارين و74 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال رئيس البنك الإفريقي للتنمية إيكونومي أديسينا إن إفريقيا تحتاج إلى 277 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لتحقيق أهداف تمويل المناخ ودفع النمو الأخضر وفقا للمساهمات المحددة وطنيا للقارة. وخلال اجتماع المساهمين العام لمنصة إفريقيا 50 للاستثمار في البنية التحتية في توجو، شدد رئيس البنك على أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لدعم التنمية المتسارعة لإفريقيا والنمو الأخضر والتكامل الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى هبة وأنا أشكرك محمد.